ذكر الطلاب أنه إذا كان عندي متجه بي بالماجنيتشود بي، فأي متجه كي بي، إذا عدد مضروب بالمتجه بي، فلديه الماجنيتشود، إذا الماجنيتشود لبي مضروبة بالقيمة المطلقة لكي. إذا طبق هذه القاعدة هذه، إذا الماجنيتشود للمتجه المقترح 2 على 5 مضروب بي هي فقط 2 على 5 مضروبة بالماجنيتشود لبي. إذا نبدأ نحسب في المرحلة الأولى الماجنيتود للفيكتور بي، إذا الناتج هو 5، وبعد ذلك نبحث عن الماجنيتود المطلوبة، إذا نضرب الآن ب2 على 5 ونتحصل على 2 في الأخير.